يسعد أوقاتكم بكل خير وجمال. صور فادي ثابت، وجوه الفلسطيني وجماليات غزة. أكثر من قضية، أولها قضية فلسطين في كل أبعادها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأهم الإنساني. كذلك صاحب قضية الفن الأكثر سموماً وواقعية، وهو فن التصوير. لن تموت الأحلام التي رسمت على الجدران. غزة هي جزء من هذا الكون، تتلاقى الألوان فيها وتغيب وتتداخل في تفاصيل الوقت على جدرانها وتشققات البؤس على أسفلتها، لترسم لوحة تليق بأفخم متاحف العالم. هكذا يتحدث عن غزة الفنان الذي ترك الرسم ومهنة تدريس الفن لينخرط في عالم التصوير متأخرا، ويتحدى العالم من خلف حصاره بالعدسة التي يرى ويوثق من خلالها الوجوه الأخرى للمدينة. سليم ثابت، مصور فوتوغرافي من مواليد قطاع غزة 1978. الصورة الفلسطينية، وأنا أقول سفير الصورة شديدة الواقعية،
اليوم ما رح نحكي عن التكنيك، اليوم رح نحكي عن التأثير الإنساني للفن والصورة. هل يخفي هذا الواقع البائس الجمال؟ رغم كل هذا القهر، هل نستطيع الكلام عن الجمال؟ نعم، ويجب أن نفعل ذلك لننتصر على البؤس والقهر، العيون التي تخترق القلب والدماغ وتتلاعب به. ثابت المركز الأول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي على مستوى الوطن العربي الخاصة بالمنظمة العربية للتصوير الفوتوغرافي محور التأطير في جمهورية مصر العربية. شارك في إقامة معرض 1000 صورة تحت عنوان نافذة على غزة في مدينة غزة على شاطئ بحرها، وفي مهرجان حرية الحلم في جزيرة جربة بتونس، وفي مهرجان المحرس الدولي بتونس أيضا، وفي سلسلة معارض في بيروت بعنوان ضوء من غزة، وتم تكريمه في جمهورية التشيك على الجهود الفوتوغرافية اللي غيرت المفهوم لدى المجتمع التشيكي عن القضية الفلسطينية. صوره رفع مستوى القضية لأعلى مستوى إنساني. صوره ما عادت تمثل صور شعب فلسطين لوحده، من خلال هالمجتمع الصغير يلي هو غزة قدر يرمز القضية وخلاها كلمة السر يلي بتفتح كل حكايات الشعوب المظلومة والمضطهدة بالعالم. فنان صاحب مشروع فني وفنان صاحب قضية، وخصوصا إذا كانت قضية شعب كامل إلها عقود عديدة وما كانت تنحل.
حاملها وعم يرويها بلغته البصرية على كل البلاد اللي قدر يوصلها، ولسه مسابر بدون كلال رغم كل الصعوبات والعراقيل. ما رح تكون هاي الحلقة للتقييم الفني كما جرت العادة، لكن رح تكون للتقييم الإنساني والعين يلي رصدت واقع أطفال فلسطين وبالتالي أطفال العالم، لأنه برأيي رصد معاناة أطفال غزة ما لازم يضل محصور بغزة، وأنه المشكلة محصورة هون بس، المشكلة بأطفال فلسطين ككل، لأنهم كلهم عم يعانوا من الاحتلال ولازم العالم يفهم هالشي. حصل الموضوع بغزة هو تقزيم للمشكلة، وهذا اللي بدهم يا الصهاينة. وبرأيي هي كانت رؤية فادي للموضوع برغم كل شيء انكتب عن صوره وانحصر بأنه مشكلة أطفال غزة بس. بيرمزوا لقضية ظلم الشعب الفلسطيني ككل، كمان كقضية إنسانية بالمقام الأول وبعدين سياسية. بس شو الواحد بده يحكي على هالعالم الأعور يلي بيشوف بعين واحدة وبيختار شو بده يشوف، وعلى عيبه إنه أعور. برأيي فادي ضرب كذا عصفور حجر واحد وألقى الضوء على عدة قضايا بنفس الوقت، وكمان ما نسي يترك مجال لموهبته بالظهور ليرسم لمساته الجمالية على صوره من خلال عينه الثاقبة باختيار مواضيعه بعناية والذكاء حاد، بدل على مقدار كبير من المعرفة والخبرة الواسعة يلي تجلت بأعماله الرائعة والمؤثرة. صاحب قضية، فادي شخصية مؤثرة وظاهرة فنية مهمة لازم يتم دعمها باستمرار حتى تضل تعطي وما توقف العطاء لهذا النوع من المواضيع، ويلي نحن بحاجة ماسة له حتى نضل عم نوصل معاناتنا وبنفس الوقت شعوبنا ما تنسى وتضيع البوصلة. تحية كبير لهالفنان العظيم يلي كتير بيسعدني وبيشرفني اني استضيف اعماله وأحكي عنه بقناتي المتواضعة. Thank you.
عادي بكل الحب، اتمنى لك كل الصحة والخير، وتضل همتك عالية لتقدم لنا المزيد من الجمال والفائدة. اتمنى تكون الصورة واضحة عن كل شي حكيته، وتضلوا بخير وفرح جميعاً.